السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سنتناول الليبيدات. الليبيدات من المركبات الحيوية اللي تدخل في تركيب أشياء كثيرة حولنا، مثل الشموع، دهون، فيتامينات، كلها مكونة من الليبيدات. ما هي الليبيدات؟ الليبيدات هي جزيئات حيوية كبيرة غير قطبية. لاحظ إنها ما قال إنها بوليمرات، ولا هي بوليمرات، هي عبارة عن جزيئات ضخمة فقط، وميزها بأنها غير قطبية. معناتها إذا قال إنها غير قطبية معناتها تذوب في مين؟ ما تذوب في الماء، لأن الشبيه يذيب الشبيه، وتذوب في المذيبات الغير قطبية، المذيبات العضوية الأخرى مثل الكيتونات، الأسيتون، الأشياء هذه، البنزين، كلها تذوب فيها الليبيدات لأنها غير قطبية. إيش وظائفها في جسم الإنسان؟ وظائفها في جسم الإنسان اختزان الطاقة. يقول لك إنه جرام الدهون يخزن من الطاقة ضعف جرام الكربوهيدرات، لذلك فهي مخزن جيد للطاقة. لذلك الجسم يخزن أي طاقة زائدة عليه على شكل دهون. وأيضا تكون أغشية الأغشية الخلوية، وهذه أشياء بنتعرف عليها بعدين. وأيضا يأكد على أن هنا أنها مو بوليمرات، ولكنها جزيئات ضخمة. في لها وحدة أساسية، ولكن إيش الوحدة الأساسية؟ هذه هي الأحماض الدهنية، هذه هي الوحدة الأساسية للليبيدات. مو عشانها تتكرر، ولكن لأنها موجودة في كل الأحماض الدهنية، ويمكن أن يدخل معها مركبات أخرى، ممكن أن ترتبط بجزء آخر لتكون أنواع الليبيدات. يقول لك ممكن أن تكون هذه الأحماض الدهنية مشبعة أو غير مشبعة. مشبعة إذا كانت كل روابطها أحادية مثل حمض الستريك، وغير مشبعة إذا كان عندها رابطة مزدوجة. لاحظي إنه اللي عنده روابط أحادية كلها تكون سلاسلها طويلة وتستطيع أن تتجاذب مع بعضها وتكون متقاربة، لكن إذا كان فيها روابط مزدوجة وكانت غير مشبعة فإنها تكون أشكالها، شوفي، تكون على شكل سيس. ولذلك فإنها تكون غير متقاربة بشكل كبير، لذلك لا تكون في تكون درجات انصهارها منخفضة، تكون في الحالة السائلة في الظروف القياسية، يعني في الظروف الطبيعية من الضغط ودرجة الحرارة. إذا كانت طيب غير مشبعة نقدر نحولها مشبعة؟ نعم نستطيع ذلك عن طريق تفاعل الهيدرجة، اللي نضيف عليه غاز الهيدروجين عشان نكسر الروابط المتعددة. قال لك هنا أنه موجودة في شكل سيس الغير مشبعة، ولا تكون متراصة تكون غير متراصة الغير مشبعة، لا تكون قوى التجاذب بينها كبيرة، ولذلك تكون انصهارها أقل. طيب نبدأ الآن في أنواعها. إيش أنواعها؟ أحد أنواعها هو الجلسريدات الثلاثية، اللي يستخدم الجسم أجسام الكائنات الحية في تخزين الدهون وتخزين الطاقة في أجسامها. ما هو الجلسريد الثلاثي؟ من اسمه جلسريد يعني فيه جلسرول،
ثلاثي معناته مرتبط بثلاث أحماض أمينية. هذا هو تعريفه، هو جزيء ناتج من ارتباط ثلاث أحماض دهنية بالجلسرول بروابط إستر. كيف؟ خلينا نشوف التفاعل. هذا هو الجلسرول يا بنات، وين الجلسرول؟ وينه؟ هذا هو، هذا هو الجلسرول يا بنات، هو عبارة عن كحول ثلاثي. لاحظي هنا في ذرة كربون، وهنا ذرة كربون، وهنا ذرة كربون، كل واحدة مرتبطة بأو اتش، إذن هو كحول ثلاثي. طيب تجي يتحد مع ثلاث أحماض دهنية. لاحظي إيش معنى حمض دهني؟ قلنا إنه يحتوي على حمض كربوكسيلي ومجموعة كربوكسيل مع سلسلة طويلة، شوفي 14 ذرة كربون. ما قال لك إنها بوليمر، قال لك هي سلاسل طويلة، وهذه 16 ذرة كربون، وهذه 18 ذرة كربون، سلاسل طويلة، وهي عبارة عن أحماض عضوية سلاسلها طويلة، هذه هي الحمض الدهني. طيب كيف تتحد مع بعضها؟ تتحد مع بعضها تجي ذرة مجموعة الأو إتش هنا تروح مع الإتش هنا، تفاعل تكاثف. نفس الشيء هنا الأو إتش مع الأو إتش تصير تفاعل تكاثف، والأو إتش من هنا مع الإتش من هنا وتروح أيضا تفاعل تكاثف. نزعت الثلاث مجموعات وثلاث جزيئات ماء هنا عشان ترتبط هذه الثلاث أحماض دهنية بالجلسرول. شوف إيش اللي نتاج، هذه اسمها أي مجموعة؟ هذه تسمى رابطة إستر. لاحظت إنه مجموعة الإستر هذه تكونت؟ طيب هذا هو الجلسريد الثلاثي. قلنا إيش تعريف الجلسريد الثلاثي؟ ناتج عن ارتباط ثلاث أحماض دهنية بجزيء الجلسرول. هذا هو الجلسريد الثلاثي. إيش نوع الرابطة بين وحدات هذه الأحماض الدهنية مع الجلسرول؟ الرابطة تكون إستر، دائما تكون الرابطة إستر في بين الأحماض الدهنية والمركبات اللي يبغاها. طيب بعد كذا يقول لك الجلسريدات الثلاثية غالبا إيش تسمى؟ إذا كانت إذا كانت سائلة سميت زيوت، وإذا كانت صلبة سميت دهون. زيوت مثل مين؟ مثل زيت السمسم، مثل زيت الزيتون. دهون مثل مين؟ مثل الزبدة. طيب يقول لك أحيانا يأخذون هذه الأحماض، هذه الزيوت اللي مشبعة بالطاقة وطاقتها كبيرة، ويحطونها مع قاعدة قوية، فهي بتتفاعل مع هذه القاعدة القوية بتكون ملح. كيف بتكون الملح؟ شوفي لي كيف بتكون الملح. هذا هو الملح، بيتكسر وبيرجع جلسرول مرة ثانية، وبتتفكك هذه الأحماض الدهنية بتصير أملاح. شوفيها ارتبطت بالـ NA. طيب فصار عندها الآن طرف قطبي، شفتي هذا الطرف موجب وهذا الطرف غير قطبي، وهذا هو الصابون. طيب عن إيش نتج؟ قلنا نتج الصابون عن تميه الجلسريد الثلاثي في وجود قاعدة قوية. طيب اللي هو هذا هو يسمى تفاعل التصبون. الصابون كيف تكون؟ كيف صار؟ صار له طرف قطبي وطرف آخر غير
قطبي. إيش الفائدة إنه يصير لطرف قطبي وطرف غير قطبي؟ أجل ليش أنا أسوي أصلاً الصابون؟ يقول لك الصابون ما دام عنده طرفين قطبي وغير قطبي، هنا إذا هو قادر، ما دام عنده قطبي قادر على الذوبان في الماء القطبي. طيب وإذا كان في طرف غير قطبي قادر على تذويب المركبات الغير قطبية. يعني الأوساخ غير القطبية قادر على تذويبها، ليه؟ لأن عنده طرف غير قطبي. قادر على تذويب أيضا الأوساخ القطبية، ليه؟ لأن عنده طرف قطبي. قادر أيضا على ذوبان في الماء، ليه؟ لأن عنده طرف قطبي. وهذه فائدة الصابون وتركيب الصابون. طيب نجي نتعرف على نوع ثاني من أنواع الليبيدات اللي هو الليبيد الفسفوري. ما هو الليبيد الفسفوري؟ هو شوف هنا نروح ونرجع على الجليسريد الثلاثي. جليسريدات ثلاثية استبدل فيها أحد الأحماض الدهنية بمجموعة فوسفات قطبية. شفتي مو المفروض أنه عنده ثلاث سلاسل طويلة؟ شال واحدة منها وحط مجموعة فوسفات. لاحظي كيف صار تركيبة، مجموعة الفوسفات القطبية هذه وهذه الذيول عبارة عن سلاسل غير قطبية، سلاسل عضوية غير قطبية. طيب إيش فايدتها؟ هذه رأس قطبي وذيول غير قطبية، تقوم تكون جدران الخلايا زي ما أخذتي بالأحياء. تكون الذيول إلى الداخل، تكون طبقتين، الذيول إلى الداخل والرؤوس إلى أعلى. إيش فايدتها؟ تضبط اللي يدخل ويخرج من الخلية، تنظم دخول المواد من وإلى الخلية. من الأنواع أيضا الشموع، هي من أنواع الليبيدات. طيب الشمع هذا اللي يغطي الصبار عشان يمنع فقدان الماء، اللي يغطي بعض الكائنات مثل يعني الضفادع مثلا تلقينها لزجة، اللي يغطي خلايا النحل، شمع النحل. كل هذه شموع تركيبها كيف كان؟ هي ناتجة عن اتحاد حمض دهني مع كحول ذي سلسلة طويلة. يعني لاحظي كيف أنه من الجهتين عندها سلسلة طويلة. هذه السلسلة الطويلة جاية من الحمض الدهني، وهذه السلسلة الطويلة جاية من الكحول. شوفوا هو عبارة عن إستر، إستر جاي متحد فيه كحول طويل السلسلة مع حمض دهني طويل السلسلة. فمن هنا سلسلة طويلة، من هنا سلسلة طويلة، وفي الوسط مجموعة إستر. هو ثقيل مو متطاير لأنه سلاسل طويلة، ولذا ولكن ما يذوب في الماء، يشكل مادة تميل الاحتراق ببطء وهدوء، يعني تتحمل درجات حرارة عالية. من أمثلتها شمع النحل. آخر أنواع اللي بناخذها إن شاء الله الليبيدات اللي هو السترويدات. ما هي السترويدات؟ السترويدات هي عبارة عن ليبيدات أيضا، ولكن بإيش تتميز؟ بوجود الحلقات المتعددة، منها الهرمونات اللي تنظم الأيض، الهرمونات الجنسية، والكوليسترول أيضا يعتبر أحد السترويدات، أيضا فيتامين دي يعتبر من السترويدات. بعض أنواع السموم اللي تفرزها بعض الكائنات هي عبارة عن سترويدات. إذا تناولنا اليوم الليبيدات، إيش عرفنا عن الليبيدات؟ عرفنا أن الليبيدات جزيئات حيوية كبيرة غير قطبية،
مي قطبية، مو بوليمرات، مو بوليمرات، يعني مو سلسلة متكررة ولكنها سلسلة كربونية طويلة وليست متكررة. وحدة البناء إيش اللي تتكرر في كل الليبيدات؟ اللي هو الحمض الدهني. إيش الحمض الدهني؟ حمض كربوكسيلي سلسلته طويلة. قد تكون هذه الدهون مشبعة، أو هذه الـ الأحماض الدهنية قد تكون مشبعة كل روابطها أحادية، أو تكون غير مشبعة فيها رابطة ثنائية. إيش الرابطة اللي تربط بين الإستر بين الأحماض الدهنية وبين غالبا الكحول عشان يكون المركبات الثانية؟ اللي هي رابطات إستر. إيش أنواعها اللي أخذناها؟ أخذنا الجليسريد الثلاثي. الجليسريد الثلاثي هذا من أنواع، هذا طريقة اللي يخزن فيها جسم الإنسان طاقته. هو عبارة عن إيش؟ عن جليسرول. الجليسرول اللي هو عبارة عن ثلاث ذرات كربون ومعاها ثلاث مجموعات كحول أو هيدروكسيد. إذن هو عبارة عن كحول ثلاثي. طيب، ترتبط بثلاث أحماض دهنية برابطة إستر، وشفنا كيف الموضوع هذا يتم. الليبيد الفسفوري ناتج إنه واحدة شلت واحدة من الأحماض هذه حقت الجليسريد الثلاثي وبدلتها بمجموعة فوسفات عشان يصير عندها رأس قطبي وذيلين غير قطبية، وهذه فادني في بناء غشاء الخلايا. طب الشمع هو عبارة عن ارتباط حمض دهني، معناتها سلسلة طويلة، حمض كربوكسيلي مع ذو سلسلة طويلة مع كحول أيضا ذو سلسلة طويلة برابطة إستر، يعني في الوسط إستر ومن الطرف هذا سلسلة طويلة ومن الطرف هذا سلسلة أيضا طويلة. هذا هو الشمع. إيش أهميته؟ يغطي بعض النباتات والحيوانات مما يقلل من فقدان الماء. آخر نوع اللي هو الستيرويدات، هي أحماض دهنية تحتوي على حلقات متعددة. إيش أهميتها؟ إيش وظيفتها؟ هرمونات اتصال وتنظيم الأيض، بناء هرمونات بناء، تعطي الفيتامين دي مثلا والكوليسترول، وأيضا تشكل بعض الحماية لبعض الكائنات مثل تكوين السم. هنا أهمية الليبيد الفسفوري في بناء إنه ذيل قطبي ورأس قطبي والذيول غير قطبية. هنا أيضا راجعنا تفاعل التصبن اللي هو إنتاج أو تفاعل جليسريد الثلاثي مع قواعد قوية لإنتاج أملاح الصوديوم للأحماض الدهنية عشان يكون عنده طرف قطبي وطرف غير قطبي، يتكون من يتمكن من الذوبان في الماء غير أنه يذوب المركبات القطبية. وعرفنا كيف نحول المركبات أو الدهون الغير مشبعة إلى مشبعة عن طريق تفاعل الهدرجة، وكس اللي أكسر فيه الروابط المزدوجة.